في الحقيقة لم يحدد السبب الحقيقي الكامن وراء الولادة المبكرة، ولكن قد تعزى لوجود جملة من المشاكل التي تزيد من فرصة التعرض للولادة المبكرة، ونذكر منها الآتي: أولا، ولادة طفل سابق مبكرا يزيد من فرص تكرار الأمر. ثانيا، الحمل بتوأم أو ثلاثة أطفال أو أكثر. ثالثا، مرور أقل من 6 أشهر بين الأحمال المتتالية. رابعا، الحمل عن طريق الإخصاب في المختبر المعروف بالتلقيح الصناعي. خامسا، اضطراب الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة. سادسا، التدخين أو تعاطي المخدرات. سابعا، الإصابة بالعدوى وخاصة في منطقة القنوات التناسلية السفلية والسائل الأمنيوسي. ثامنا، الإصابة بأحد الاضطرابات اللاصحية المزمنة مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم. ثامنا، زيادة الوزن أو قلة الوزن قبل الحمل. تاسعا، التعرض لأحداث حياتية مليئة بالتوتر مثل موت شخص قريب أو التعرض للعنف. عاشرا، التعرض للإجهاض في السابق. أخيرا، التعرض لأذى جسدي أو إصابة.